السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نحاول باش نوريكم واحد الخدمه غادي نديرها اليوم، اللي هو على شكل بيت بلاستيكي في السطح ديالي. غادي نحاول باش نديرو في السطح ديالي، غادي نديرو بداكشي اللي عندي، يعني ما غاديش نحاول باش انفيستي بزاف ولا شي حاجه، بما ان عندنا هنا بزاف، يعني باش تمشي تشري بيت بلاستيكي ما كاينش فين غتشريه، يعني انا ما عرفتش، المهم سولت ولكن ما لقيتش. فانا غادي ندير هذه الخدمه هذه، هذا البيت البلاستيكي، فانا غادي نحاول باش نحط فيه الطماطم اللي كنت زرعت. اللي ما شافهاش يرجع الفيديوهات القدام، فهو غادي يشوف الطريقه كيفاش زرعت الطماطم من الاول حتى الاخر ديالها. لحد الان فهي الطماطم نبتات، بدات كتكبر ولكن بدات كتطوال بواحد الطريقه اللي هي بسرعه، يعني خصني نحولها لهذا المحابق هادو اللي غادي نوريكم. فهما هادو مثلا، هادو على هذا الشكل هذا، وخصني نحطها في شي بلاصه اللي هي تكون بعيده على الشمس المباشره وعلى الريح. فانا فكرت ان ندير بحال هذا الشيء اللي كيبان لكم هنا، غادي نحاول باش ما يبقاش الظل ديالي، هاد الشكل هذا. فعندي باليطه، عندي هاد لاطابل هادي كنت صيبتها شحال هادي، لشيء اخر كنت صيبتها باش نحط فيها فوق منها اكواريوم، فانا غادي نستعملها الان. غادي نحطها هنا في هاد البلاصه، غادي نحطها هنا، غادي نتكاها على الحيط، وغادي نحاول باش نكروشي حديده هنا، يعني مسامر في الحيط، وغادي نشدهم بالسلك، وغادي نجر وندير البلاستيك فوق منهم، يعني نغطيهم هنا، يعني غادي تولي هذه البلاصه هذه هنا فين غادي يكون البيت البلاستيكي اللي غادي نخشي فيه فوق، غادي ندير فيه جميع هاد الطماطم اللي غادي ننقل في هاد المحابق هادو. اذا هذه هي الخدمه اللي غادي نخدم اليوم، من بعد ما جنيت البطاطس راه غادي تشوفوها في الفيديو الاولاني اللي قبل، وان شاء الله لما غادي نكون كننقل الطماطم ديالي من المحابق الصغار ولا من الاواني ولا من الصينيه الصغيره لهادو، راه غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرها. غنحاول باش نوريكم، انا اهم حاجه دابا حاليا هو بان نحط لكم هذا الفيديو، ربما غيكون الفيديو الثاني اللي تابع هذا، الثالث زعما، يعني اللي تابع هذا هو اللي غادي يكون فيه نقل الطماطم، ومن بعد غادي نحطهم هنا، من بعد ما غادي نصيب هذا البيت البلاستيكي. اذا هذه الخدمه اللي عندي اليوم، جنيت البطاطس، غادي نصيب هذا البيت البلاستيكي، والخدمه الثالثه اللي هي نقل الطماطم من الاواني الصغيره لهذ الاواني اللي هي كبيره، ومن بعد نوضعهم هنا. هذا ما كان، انا غادي ندير فيديو اخر بالفرنساويه. اخيرا هذا هو البيت البلاستيكي اللي صيبت كما كيبان لكم، فانا بريكوليت هذا الشيء اللي درت، يعني
درت داكشي اللي قدرت عليه. كاين شي بلايص هنا اللي كيدخل منهم البرد ولكن ماشي مشكل، ساهلين باش يتغطاو كما كيبان لكم هنا. هذا اللي كاين، انا درت باب، ها هو هذا الباب. هذا ممكن يعني فاسيلمون نقدر نجبد من هنا من تحت، من هنا ونحلو. هذا مكان، فوالا مي زامي، دونك سي سكو جي بو فير. بون انسير انسير فيت ميزون، فوالا. بون جي في سكو جو بو، ليسونسييل سي دافوار ان ليو او جو بو ميتر mes semis de tomates sans problème. Voilà. On va voir comment ça va être, inchallah, ce bâtiment plastique. Ça qui m'arrive à vous. Min ba'd inchallah, comme je vous ai dit, on va les changer. Min ba'd, on va les changer. Min ba'd, on va les changer. On va les changer. On va les changer. Min ba'd, on va les changer. من بعد نقل لهم مطيشه. هذه الخدمه دابا اللي غندير ان شاء الله في الفيديو الاخر، لكن بعد غادي غنوريكم كيفاش غادي يكون هذا الشيء. اذا كما كيبان لكم انا حطيت هنا هادو لي كورج، هادو القرع، انواع ديال القرع اللي كنت غرس. ها هما راه بداو كينبتو هنا، مطيشه طماطم. هنا كاين واحد سلاوي، ومن بعد كاين واحد الشجره ديال الليمون، الفريز، الليمون. اذا كلشي غادي نحطو تقريبا هنا ونشوف ان شاء الله كي غادي يكون هادشي. نتمنى الله يكون خير. فوالا دونك مي زامي، دونك فويي، دونك سا سي لا كورج، دونك سا سوغا كوم سا ابخي نورمالمون لو ديبوطاج دو مي طوماط. دونك سا سوغا دو سات فاسون. C'est pas si vous avez vu la vidéo, c'est-à-dire le début de la vidéo. Bon, voilà, c'est comme ça. En attendant le dépotage de mes tomates. Ça, c'est la porte. Donc, c'est le travail que j'ai fait. J'espère que ça marchera. Shukran lakum, les ikhwan diali, l'asliqa, l'a'da. كنتمنى هادشي يعجبكم، وكنتمنى الى عجبكم انكم تنضموا للقناة ديالي ولا تبارطاجيوها، يعني تشتركوا مع الاخوان ديالكم زراعة الاسطوح. فانا مادابيا ان هادشي اللي كندير هنا في الدار البيضاء في المغرب، ولا بالضبط في تتمليل، انه يتعرف والناس بزاف دير هادشي. لان ملي كتزرع زراعة يعني بدون مواد كيماوية، وفي نفس الوقت كتزرع السطح ديالك، خاصة في هذا الوقت شهر 3 شهر 4 ممكن تزرع ان شاء الله وتستافد من هادشي في شهر 5 شهر 6 شهر 7 الى اخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا هذا هو اخر حاجه درت، اخر حاجه توصلت ليها. كنعتقد دابا غادي يكون الصوت مزيان لان كنت كنورك على الميكرو وكنسدو. اذا هذا هو اخر حاجه توصلت ليها في البيت البلاستيكي ديالي، ولا في الهيكل لا كونسيبسيون، باش ما نقولش الهيكل، لا كونسيبسيون اللي توصلت ليها في الاخر فهي هذه. غادي نوريكم كيفاش كتسد الباب وكيفاش كيتحل. فبعد غادي نوريكم من الداخل، يعني هما الانواع ديال الطماطم زائد القرع اللي محطوط زائد الفريز الليمون، يعني بزاف الحوايج اللي حطيت هنا. غادي تكون يعني في بلاصه يعني امنه، وفي نفس الوقت من الصهد، من بزاف الحوايج، يعني من البرد، من الريح، ومن الحشرات، وبزاف الحوايج. زين هذا هو اللي كاين. غادي نحاول باش نسد، غادي
من بعد ما غادي نقل هاد المطيشات، فانا غادي ندير هنا، هنا غادي نكتب السميه وغادي نعمرها بالبيرو، ومن بعد غادي نقل هاد المحبقه الصغار، هاد الاواني الصغار هادو. هذا هو هذا، غنوريكم كيفاش كيتسد. ها هو كنقدر ندير ليه بحال هكا، هكا ها هو تسد بالباب. هذا مكان، هذا بالنسبه لا كونسيبسيون ديال البيت البلاستيكي ديالي. دونك فوالا مي زامي، دونك كوم فوايي، دونك كوم فوز افي فيو سور لا فيديو، دونك سا سي ما سير. بون لا سير سادير لا كونسيبسيون ou bien l'image non pas moins de sa sœur, je l'avais pas avant. Bon, au fur et à mesure que je travaillais, j'avançais dans le travail, puis après normalement j'ajoutais des choses. En même temps, je pensais à faire des choses, donc, comme ça, la porte que j'ai mise ici. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Puis après, normalement, le bois se lève. Et hop, voilà, c'est bon. C'est vraiment comme ça. Donc voilà, donc mes plateaux, donc je vais les dépoter ou bien ce soir ou bien demain matin. Je vais essayer de vaporiser un petit peu. Il fait chaud. Donc j'essaierai de vaporiser un petit peu mes semis. Voilà. Bon, si vous avez une idée ou bien si vous pouvez m'aider dans des choses, je serai preneur. Voilà, merci, je vous remercie. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.